مصممين على الاستمرار في هذه الثورة السلمية. يعترف العالم بأنها ثورة سلمية حضارية منذ أكثر من سنتين، ونحن نخرج إلى الشارع. كنا نتمنى أن النظام يسمع لصوت الشعب الجزائري الذي يريد تغيير حقيقي وليس إعادة رسكنا للنظام السياسي الشمولي القائم في الجزائر. فقط رسالة بمناسبة الجمعة 109 للجزائريات والجزائريين، نقول بأن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجزائر يجب أن نبقى متحدين ثابتين مستمرين. لا يمكن لشعب أن يقوم بالنضال بطريقة سلمية ومتحدين أن ينهزم. إذا يجب أن نبقى متحدين، نناضل بطريقة سلمية. واحد ما يقول عيب، واحد ما يقول إلى متى، نقول بأن إلى أن يستجيب النظام لطلباتنا وهو تغيير كلي ذهاب إلى الديمقراطية، سنستمر في الشارع ونستطيع ربما أن نذهب إلى أبعد من ذلك وهو التصعيد، لأن يبدو أن يوم الجمعة والثلاثاء الصوت تاعنا ما وصلش للنظام السياسي.